بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المؤمن الجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب في الجهمية، أي في الرد على الجهمية. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي جاء بالعظائم والمنكرات في العقيدة. وأصل المذهب الجعد بن درهم، ولكن الجهم هو الذي أشهره ودعا إليه فنسب إليه. والجهمية فرقة ضالة عندهم مزالق خطيرة في العقيدة، منها أنهم يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط. هم أخبث أنواع المرجئة، يقولون الإيمان هو المعرفة. إذا كان الإنسان عارفاً في قلبه فهو مؤمن ولو لم يعمل شيئاً، وهذا أخبث أنواع الإرجاء. هذه واحدة. الثانية يقولون بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، والله لا يتكلم، إنما هذا كلام جبريل أو كلام محمد، أو أن الله خلق هذا في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، فهو خلق لله وليس كلاما له، فينفون عن الله الكلام. ومن مذهبهم إنكار الأسماء والصفات، ينكرون الأسماء، أسماء الله وصفاته. وكل ما قول من هذه الأقوال شنيع والعياذ بالله، يفضي إلى الكفر، بل هو الكفر نفسه. ولهذا كفرهم كثير من الأئمة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 500 عالم حكموا بكفر الجهمية. ويقول في مذاهبهم: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أعرف بوزان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فاعجب للاقتران في الميزان، واحكم بطالعها لمن جمعت له بخلاصه من ربقة الإيمان. فهم أضل الفرق وأكفر الفرق والعياذ بالله. وهذا الباب في الرد عليهم بذكر الأحاديث الواردة التي ترد عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله،
هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. نعم، هذا فيه أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيجعله يتساءل فيقول الله خلق الخلق، فمن الذي خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك. فإذا وصل به إلى هذا الحد فليستعذ بالله ويقول آمنت بالله، كفرت بالذين من دونه، ويستعيذ بالله وينتهي، يقطع التفكير. والجهمية عندهم من هذه التساؤلات، عندهم من هذه التساؤلات التي ضلوا بها، هي التي أوقعتهم، هذه التساؤلات هي التي أوقعتهم فيما وقعوا فيه من الضلال. واجب على المسلم أن يؤمن بالله ويترك التساؤلات والشكوك والأوهام ويستعيذ بالله من الشيطان، ولا يفتح على نفسه باب التساؤلات، يتبع النصوص من الكتاب والسنة ويؤمن بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثني محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني عتبة عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه، قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان. وهذا نوع مما يتحصن به المسلم من هذه الوساوس، أنها إذا أتته هذه الوساوس أن يقطعها ويقرأ هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فليس لله جل وعلا بداية ولا نهاية، هو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، هو لم يلد ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، والله لا شبيه له، ولأن الوالد يحتاج إلى الولد والله ليس به حاجة، هو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الولد، ولم يولد ليس له بداية سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبهه أحد من خلقه، لا في أسمائه، لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته. فيه نفي التشبيه ونفي التمثيل. فهذه الآية تقطع الوساوس من قلب الإنسان إذا آمن بها وتلاها وآمن بها، تقطع عنه الوساوس، تعرفه بالله عز وجل أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد يعني ليس له شريك، صمد الذي تقصده الخلائق بحوائجها، تصمد إليه تقصده بحوائجها، لم يلد معروف ليس له ولد كما نزه نفسه عن ذلك، ولم يولد ليس له بداية سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أي مشابها أحد من خلقه لا يشابهه. هي سورة عظيمة تعرف بالله عز وجل، ولذلك تسمى صفة الرحمن، هذه السورة تسمى صفة الرحمن،
وهي قاطعة للشكوك والأوهام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح البزار قال. هذه السورة فيها الرد على الجهمية، فيها الرد على الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات. هذه السورة فيها صفة الرحمن أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد، وفيها نفي التشبيه والتمثيل عن الله جل وعلا، ففيها الرد على الجهمية. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعار بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وهذا الحديث فيه وصف الله بالعلو على مخلوقاته، استوائه على عرشه، ففيه رد على الجهمية الذين ينفون عن الله العلو وينفون عنه الاستواء على العرش. فهذا الحديث فيه وصف أبعاد، فيه وصف أبعاد ما بين السماء والأرض، وأبعاد ما بين كل سماء وسماء، وفيه أن فوق السماوات بحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين كل سماء وسماء، بحر عميق كبير، وفوق هذا البحر حملة العرش على شكل أوعال، حملة العرش على شكل أوعال، لهم خلق عظيم، قوة هائلة، وفوق ظهورهم عرش الرحمن يحملونه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 الذين يحملون العرش ومن حوله، حملة العرش. والعرش هو سقف المخلوقات محيط بها، مخلوقات بالنسبة لها السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة له شيء صغير، فالعرش هو أعظمها، هو أعظم المخلوقات. وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وفيه الرد على الجهمية الذين ينفون العلو وينفون العرش وينفون الاستواء. ومذهب الجهمية مأخوذ من اليهود كما ذكر العلماء، أصله من اليهود، دسوه على المسلمين وتبناه الجهمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس
عن سماك بإسناده ومعناه: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده، ومعنى هذا الحديث الطويل. نعم، يعني جاء هذا الحديث من عدة طرق، من عدة طرق يقوي بعضها بعضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير قال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. نعم، هذا الحديث فيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي واحد الأعراب، وهم الذين يسكنون البادية ويتنقلون لمواقع القطر ولا يسكنون المدن، والغالب عليهم الجفاء والجهل، الغالب على الأعراب الجفاء والجهل، لكن فيهم الصراحة، فيهم ميزة وهي الصراحة، أنه صريح ويسأل ولا يستحيي. الأعرابي لا يستحيي من السؤال، وهذه ميزة لهم. جاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى إليه الجذب والقحط، انحباس المطر وما أثر ذلك على الأموال والأنفس، لأن الناس بحاجة إلى الغيث، بحاجة إلى المطر، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، أن يطلب من الله أن يسقيهم، يعني يدعو الله أن يسقي المسلمين. وهذا لا بأس به، والسنة أن المسلمين إذا أجدبوا أنهم يستسقون، يدعون الله، يصلون صلاة الاستسقاء، يدعون الله عز وجل أن يسقيهم، ويطلبون من أهل العلم ومن أهل الفضل أن يدعو الله بالسقيا. هذا لا بأس به، لكن لما قال الأعرابي: فإنا نستشفع بك على الله، هذا أيضا لا بأس به. الرسول يشفع عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يدعو الله، يدعو الله: نستشفع بك على الله، أي بدعائك، نستشفع بدعائك لله عز وجل. وهذا لا بأس به أيضا، أنه يطلب من الرسول أو من أهل الفضل أو من الصالحين، يطلب منهم الدعاء لحاجة الناس أو حاجة الفرد، تدعو الله، تطلب من رجل صالح أن يدعو الله لك بالشفاء من المرض أو أن يرزقك، هذا لا بأس به. لكن لما قال الأعرابي: ونستشفع بالله عليك،
هذا هو المنكر الذي أثر على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسبح ينزه الله عز وجل عما قاله هذا الأعرابي. تسبيح معناه التنزيه، فهذا الأعرابي قال كلمة سيئة ينزه الله عنها. كيف؟ نعم، لأنه جعل الله واسطة إلى المخلوق، شافعاً عند المخلوق، نستشفع بالله عليك، فجعل الله شافعاً عند المخلوق، والمشفوع عنده أعظم من الشافع، فتنقص الله سبحانه وتعالى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة التي فيها تنقص لله عز وجل، غضب ونزه الله سبحانه وقال ويحك، تدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، أن يجعل وسيطاً بين صاحب الحاجة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الله لا يستشفع به، إنما يستشفع عنده، ولا يستشفع به عند أحد، لأن الشفيع أقل درجة من المشفوع عنده، فكأنه جعل الله أقل درجة من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الإنكار. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه، له العظمة وله الكبرياء سبحانه وتعالى. فهذا فيه الرد على الجهمية، فيه الرد على الجهمية الذين ينفون علو الله على عرشه ويتنقصون الله سبحانه وتعالى وينكرون أسماءه وصفاته، فيه رد عليهم. نعم، وفيه أنه يجب إنكار المنكر. الرسول أنكر على هذا الرجل، وفيه تعليم الجاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل، فيه تعليم الجاهل. نعم. قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا. عرشه، عرش الله على سماواته، فالعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات، فهو أعظمها، لا يعلم عظمه إلا الله، والله أعظم من كل شيء. نعم. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، يعني أن العرش مقبب فوق المخلوقات كالقبة، يعني يعني أنه سقف لها، سقف للمخلوقات. نعم. وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالركب، على عظم العرش فإنه يكاد يعجز عن استواء الله عليه، على عظمه وقوته وسعته فإنه يضيق بالله عز وجل ويصير له صوت كصوت الرحل من عظمة الله. وليس معنى ذلك أن الله محتاج إلى العرش، وإنما العرش هو اللي محتاج إلى الله، لأنه مخلوق والمخلوق بحاجة إلى الخالق، والعرش لا يقل الله جل وعلا، لا يقله، لأن الله غني عنه، الله غني عنه. فلا تحسبوا أن إذا قيل أن الله استوى على العرش أن الله محتاج إلى العرش ليحمله، ليحمل الله جل وعلا. الله غني عن العرش، والعرش هو المحتاج إلى الله، والله هو الذي يمسك العرش، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم.
قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. نعم. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. هذا تقوية لسند هذا الحديث، تقوية لسنده وإثبات لصحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية جماعة من المحدثين ومن الرواة الثقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. نعم، هذا فيه وصف ملك من الملائكة الذين يحملون العرش وضخامة أجسامهم وقوتهم، هذا واحد من حملة العرش، فكيف بالآخرين؟ فكيف بالعرش، عظمة العرش، وكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه الرد على الجهمية الذين يتنقصون الله وينفون علوه على عرشه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعني قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا حرملة يعني ابن عمران حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. نعم، في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مراد بالأمانات الوظائف الحكومية، أن يتولاها أهلها، فيعين في كل مسؤولية وكل وظيفة من يقوم بها، ولا تعطى الوظائف لمن يهملها ولا يقوم أو ليس بكفء لها. فالوظائف أمانات، الوظائف وظائف الحكومة التي هي من مصالح الرعية أمانات، لا يحابى فيها ولا تعطى لغير الأكفاء الأتقياء الذين يقومون بها. ويشمل هذا كل الأمانات كالودائع وغيرها يشمل، لكن سبب نزول الآية هو في مفتاح الكعبة، لما أخذه علي بن أبي طالب من بني شيبة رده النبي، أنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى بني شيبة، وبقي فيهم إلى أن تقوم الساعة، هم سدنة الكعبة. فهذا فيه أن الأعمال تولى لأهلها الذين يقومون بها ويراعونها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا فيه أمر للحكام والقضاة والولاة، يحكموا بالعدل وهو ضد الجور. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا محل الشاهد، إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع سبحانه ويبصر بسمع وبصر حقيقيين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه وأذنه، العين للسمع والأذن، العين للبصر والأذن للسمع، وأن هذا بصر وسمع حقيقيان وليس مجازا. فهذا فيه الرد على الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويحملونها على المجاز، بل هي حقيقة وليست مجازا. هذا فيه الرد على الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ومنها السمع والبصر، ورد على الذين يحملون الأسماء والصفات على المجاز ويقولون هذا مجاز وليس حقيقة. الرسول نفى هذا لأنه أشار إلى العين وإلى الأذن في أن هذا سمع حقيقي وبصر حقيقي وليس مجازا. نعم، ولكن نعلم أن سمع الله وبصره وسائر صفاته أنها خاصة به تليق بجلاله، وإن كان المخلوق له سمع وبصر، المخلوق له سمع وبصر والله له سمع وبصر، لكن لا تشابه بينهما، فصفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به ولا تشابه بينهما. ولا يقال إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه كما يقوله الضلال، لا يقتضي التشبيه، لأنه لا مشابهة، ولم يكن له كفواً أحد، لم يكن له شبيه سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرؤية. قال: رؤية المؤمنين لربهم، باب في الرؤية، هذا رد على الجهمية الذين ينفون الرؤية، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم، في الدنيا لا يراه أحد سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فإن الله يكرم المؤمنين بأن يمكنهم من رؤيته لتقر أعينهم وتلذ بذلك إكراماً لهم. أما الكفار فلا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ يعني يوم القيامة لا يرون الله سبحانه وتعالى، إهانة لهم. أما المؤمنون فإن الله يكرمهم ويمكنهم من رؤيته سبحانه رؤية حقيقية، يعطيهم القوة على ذلك، تحملون رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا فيه نعم إثبات الرؤية، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ينكرها الجهمية وينكرها أتباع الجهمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر يعني ليلة الخامس عشر، يتكامل القمر، قمر يتكامل. نعم. ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا ترون ربكم كما ترون هذا، يعني القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها لله بالقمر، إنما هذا تشبيه للرؤية، وأنها رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، فرؤية الناس للقمر رؤية حقيقية، كذلك رؤية المؤمنين لله يوم القيامة رؤية حقيقية كرؤية القمر. نعم. لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بالتخفيف أي لا يحصل عليكم ضيم، وفي رواية لا تضامون بالتشديد أي لا يحتاج أنكم تزاحمون، بل كل يراه في مكانه، كل يرى الله وهو في مكانه، ولا يجتمعون ويتزاحمون مثل ما هو المعروف أن الشيء إذا كان واحداً فالناس يتزاحمون على رؤيته، الله واحد جل وعلا لكن الناس لا يتزاحمون على رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. وهذا حتى في المخلوق، أليس القمر يراه الناس ولا يتزاحمون على رؤيته؟ أليس كذلك؟ كل واحد يرى القمر دون أنهم يجتمعون في مكان ويتزاحمون. إذا كان هذا في المخلوق وهو القمر فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا تضامون، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، صلاة العصر هذه قبل الغروب، وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا فيه الحث على الصلاتين، صلاة الفجر صلاة العصر، مع الحث على بقية الصلوات. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي العصر لها خاصية. لماذا؟ لأن صلاة الفجر وصلاة العصر تجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة يجتمعون في صلاة الفجر، يصلون مع المسلمين، يشهدون صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون أيضا في صلاة العصر. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا الفجر، وقبل الغروب. فالذي يرجو أن يرى الله يوم القيامة يحافظ على هاتين الصلاتين بالخصوص، مع المحافظة على الصلوات الخمس بالعموم. حافظوا على الصلوات، ففيه فضل صلاة الفجر صلاة العصر، ولكن مع الأسف كثير من الناس اليوم يفرطون في صلاة الفجر وينامون، يتركونها مع الجماعة أو يتركونها حتى في الوقت، لا يصلون إلا إذا قاموا. صلاة العصر يطلعون من الأعمال أو من تجاراتهم ثم يتغدون وينامون، يتركون صلاة العصر، فهذا خسارة عظيمة، هذه خسارة عظيمة. نعم. والشاهد من الحديث إثبات الرؤية
إثبات أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية كما يرون القمر ليلة البدر ليلة الرابع عشر لا شك فيها، وأنهم لا يتزاحمون على رؤية الله سبحانه وتعالى، كل يراها يراه جل وعلا في مكانه وهو مستريح من المزاحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن سهل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال ناس: يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. نعم، هذا فيه أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية ورؤية ليس فيها مشقة ولا تعب، بل هي نعيم وسرور وراحة كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر رؤية حقيقية، ولا يتزاحمون على رؤية الشمس ولا يتزاحمون على رؤية القمر، كل يراه وهو في مكانه. فالقمر يراه أهل الأرض كلهم، الشمس يراها أهل الأرض كلهم، ولا يجون من مكان واحد يتزاحمون، هذا في المخلوق. فالخالق من باب أولى سبحانه وتعالى. فهذا المثل يقصد به تقريب المراد وتوضيح المراد ونفي الشك عن رؤية الله سبحانه، فهذا فيه أبلغ الرد على الجهمية ومن قال بقولهم في نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد حاء وقال: وحدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي، حدثنا شعبة المعني عن يعلى بن عطاء عن وكيع قال: قال موسى بن عدس عن أبي رزين قال موسى العقيلي: قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخلياً به يوم القيامة. مخلياً مخلياً به يوم القيامة. نعم. وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا، قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخلياً به، ثم اتفقا. قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. إذا أمكنت رؤية الشمس والقمر لجميع الناس من غير مزاحمة رؤية حقيقية واضحة، فرؤية الله جل وعلا من باب أولى يوم القيامة، لأنه أعظم من الشمس والقمر، فلا يحصل زحام وضنك في رؤيته سبحانه، ولا يحصل خفاء، كالشمس ليس دونها سحاب والقمر ليلة البدر. فهذا أبلغ الإيضاح من الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية بأبصارهم كما يرون هذه الكواكب من غير شك ولا مزاحمة ولا ضرر. نعم. فهذا فيه أبلغ الرد على الجهمية والمعتزلة ومن ذهب مذهبهم في نفي رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين لربهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرد على الجهمية.
كالباب الذي قبله يعني. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمرو بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. نعم، هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات اليدين لله عز وجل، ففيه الرد على الجهمية الذين ينفون اليدين لله عز وجل، وفيه عظمة الله جل وعلا، فإنه يطوي السماوات ويطوي الأراضين ويمسكها سبحانه كأنها خردلة أو أقل من ذلك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل بعد هذا البيان بيان؟ الجهمية تنكر هذا، تنكر أن لله يدين، فهذا فيه أوضح الرد على أقبح مذهب على وجه الأرض وهو مذهب الجهمية. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث النزول وهو حديث متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا النزول يليق بجلاله، ليس مثل نزول المخلوق عن المخلوق كنزولك من السطح أو من الجبل، لا، نزول الرب خاص به سبحانه لا نعلم كيفيته، نثبته ولا نعلم كيفيته، والله على كل شيء قدير. ففيه إثبات النزول رداً على الجهمية الذين ينفون ذلك ويتأولونه. نعم، نكمل الأسئلة. طيب، أسئلة؟ انتهى الباب؟ طيب، أسئلة أو نكمل؟ مش وقفت عليه؟ باب في القرآن. طيب يكفي. أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر والمثوبة. سماحة الشيخ، يقول السائل هل الجهمية موجودون الآن أم أنهم من الطوائف التي لم تعد موجودة في هذا العصر وجزاكم الله خيرا؟ جهمية موجودة وموجودة كتبها ولم تنقرض، موجودة بكثرة، موجود من يعتنق مذهب الجهمية وينكر الأسماء والصفات، وكتبهم موجودة وخطرهم عظيم على المسلمين، فيجب الحذر منهم ومعرفة مذهبهم ومعرفة الرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل قد مر بنا حديث أن ما بين السماء والأرض كإحدى أو اثنتين أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، وجاء في حديث آخر أن ما بين السماء الدنيا والسماء الأولى 500 عام. نعم، ورد هذا وهذا ولا تنافي بين 74 أو 500 عام،
هذا يقولون بحسب السير، حسب السير السريع والسير البطيء، والله أعلم. نعم. وأيضا 70 لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، العدد لا يفيد الحصر، فلا يمنع أن يكون هناك ما هو أكثر من هذا العدد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول يلزم من إثبات صفات الله كاليد والوجه والساق أنه جسم، وجزاكم الله خيرا؟ لا نقول بهذا، هذا كلام الجهمية. يلزم من إثبات الصفات أن الله جسم، نقول الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته في القرآن والسنة، فنحن نمسك عن ذكر الجسم لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته، فلا ننفيه ولا نثبته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: حديث ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. توضيح من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا توضيح. نعم. كمل. هل في هذا الحديث ما يدل على جواز التشبيه في بعض الحالات؟ جواز التقريب، الحديث فيه جواز تقريب المعاني الغائبة بأشياء حاضرة من باب التقريب، لا من باب إن هذا مثل هذا تماما، بل هذا من باب التقريب وضرب الأمثلة، مثل ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله برؤية القمر والشمس من باب التقريب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالله يضرب الأمثال، الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لأجل تقريب المعاني للأفهام بشيء يعرفونه، يشبهها بشيء يعرفونه من أجل يتضح هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن يقسم أحد على الله مستدلاً بحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وجزاكم الله خيراً؟ نعم، الإقسام على الله أن يفعل الخير، شوف فرق، أن يفعل الخير هذا جائز لأنه حسن ظن بالله، أما الإقسام على الله ألا يفعل الخير وألا يغفر لفلان هذا لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله عز وجل وقنوط من رحمة الله. فالحلف على الله ألا يفعل الخير أو لا يرزق فلانا أو لا يغفر له هذا لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله وفيه قنوط من رحمة الله. وأما الحلف على الله بأن يفعل الخير هذا جائز لأنه حسن ظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سائل يسأل عن معنى الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وجزاكم الله خيرا؟ هذا والله أعلم في الكفار، أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. ما يؤمن أكثرهم بالله، أي إيمان بالربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية، وهذا من التناقض، كيف يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية؟ تناقض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي الحديث الذي فيه: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، ما علاقة هذا الحديث بباب القدر، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا فيه تلقي العلم وإكرام المعلم، وأنه لا بأس أن يكون المعلم على مكان مرتفع لأن يكون هذا أبلغ للناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما ضابط التشيخ على الشيخ؟ هل هو بالملازمة؟ ما ضابط التشيخ على الشيخ؟ تشيخي؟ نعم. ما أدري إيش معنى. نعم. هل هو بالملازمة أم بعد درس من دروس أم يعد؟ عطنا سؤال واضح، اترك السؤال هذا. نعم.
أم بعدد معين؟ عطنا سؤال واضح، اترك السؤال هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعم، رجل جامع زوجته في نهار رمضان علماً بأنهما كانا في سفر ولم يكونا صائمين، فما حكم ذلك؟ لا بأس، السافر المسافر يأكل ويشرب ويجامع، ما في بأس، أباح الله له الإفطار في سفره، يفطر بالأكل والشرب والجماع، لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، هل يجوز الحكم على طائفة معينة في هذا الزمان بأنها من الفرق الهالكة؟ نعم، من خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الهالكة، لا نجاة إلا لأهل السنة والجماعة، ومن عداها فهو متوعد بالنار، توعد بالنار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولذلك سميت الفرقة الناجية، لأنها نجت من هذا الوعيد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة عمداً؟ وما هي عقوبته؟ وما حاله في القبر؟ وما نصيحتكم لمن يترك الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً. من ترك الصلاة متعمداً فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، وإن كان مقراً بوجوبها وتركها تكاسلاً فالصحيح أنه يكفر أيضاً، وإن خالف بعض العلماء لكن الصحيح أنه يكفر كفراً أكبر، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. فهذا واضح في كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مات الكافر فهل يجوز الحكم عليه بأنه في النار؟ وجزاكم الله خيرا. الكفار في النار على وجه العموم، ولكن المعين والشخص المعين لا ندري ماذا ختم له، هل هو تاب أو ما تاب، فلذلك لا ندري، نقول هو في نظرنا أنه من أهل النار في نظرنا، أما عند الله فربما تاب قبل أن يموت. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، كيف نتعامل مع من يشرك بالله من المسلمين؟ هل يطبق عليهم تعريف الإسلام البراءة من الشرك وأهله؟ وجزاكم الله خيرا. هذا تناقض أن تقول من يكفر بالله من المسلمين، الذي يكفر بالله ليس من المسلمين، يشرك. إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا يقال إنه من المسلمين، يقال من المرتدين، يقال من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فإنه يكون من المرتدين عن دين الإسلام، إلا أن يكون جاهلاً أو معذوراً أو مكرهاً، هذا شيء آخر. نعم أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما صحة هذه المقولة: نحن ندافع القضاء والقدر فإذا وقع نسلم له؟ وجزاكم الله خيراً. نعم، أن تعمل الأسباب، ندافع يعني نعمل الأسباب التي تدفع عنا المكروه، وإذا وقع مع المدافعة هذا قضاء الله وقدره، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل، هذا صحيح. نعم أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: تخصيص قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة من أجل تذكير الناس، هل من السنة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ليس من السنة أن تقرأ سورة الجمعة في الفجر، إنما تقرأها في الجمعة، الجمعة صلاة الجمعة تقرأ بسورة الجمعة والمنافقون،
أو بسبح والغاشية. أما الفجر فيقرأ فيه، السنة أن يقرأ فيها ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأولى، والثانية تقرأ فيها هل أتى على الإنسان حين من الدهر بكاملها، هذه السنة. أما من يقرأون سورة الجمعة في الفجر هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أرجو تقديم نصيحة لمن يطلق بصره في النساء السافرات في الأسواق وغيرها، وكيف السبيل إلى غض البصر، وما معنى أن للإنسان النظرة الأولى، وجزاكم الله خيرا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر أن تكفه عن النظر إلى ما حرم الله، وهذا باستطاعتك، استطاعتك أن تغض بصرك، لا يكلفك الله إلا ما تستطيع، استطاعتك أن تغض بصرك. وأما لك النظرة الأولى اللي غير مقصودة، النظرة غير المقصودة، إذا وقع نظرك من غير قصد على امرأة فالنظرة الأولى هذه معفوة، لأنها ليس باختيارك. أما إن كررت النظر وعدت بعد ذلك تكون مؤاخذا، لأنك تعمدت النظر. ففيه فرق بين النظر المتعمد والنظر غير المتعمد، ويسمى نظر الفجأة أو الفجأة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول يا ساتر العيوب في الدعاء؟ هذا من باب وصف الله بأنه ساتر يستر على عباده، ومن أسمائه الستير، فهو يستر على عباده. نعم. من ستر مسلما ستره الله، الله يستر على عباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني وما الدليل على ذلك، وما نصيحتكم لمن يسمع الأغاني، وجزاكم الله خيرا؟ سماع الأغاني حرام، دليل على ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء، كما جاء ذلك في عن ابن مسعود وغيره من أهل العلم في تفسير الآية. وكذلك من الدليل على تحريم الغناء ما جاء في صحيح البخاري أن قوماً في آخر الزمان يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يلبسه الرجال، والخمر، والمعازف. والمعازف هي آلات الغناء وآلات اللهو، فاللهو محرم وهو لهو الحديث. من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله الفرد؟ يوصف بأنه فرد، ولا لكن أن يقال من أسمائه الفرد لا، لكن يوصف بأنه فرد يعني واحد. نعم. فالمعنى صحيح، لكن الاسم توقيفي، لا ما يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولم يسمي نفسه بالفرد، لكن هذا من باب الإخبار، تخبر عن الله بأنه فرد يعني واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجب على العامي إذا استفتى عالماً أن يسأل عن الدليل؟ العامي لا يسأل عن الدليل لأنه لا يعرف الدليل، يسأل عن الحكم. أما طالب العلم الذي يطلب العلم يسأل عن الدليل ليستفيد، أما العامي ما يعرف الدليل، حاجته في بيان الحكم فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرقية توقيفية أم يجوز التجربة بحكم أنها للتداوي وليس للتعبد، وجزاكم الله خيرا؟ هل الرقية إيش؟ توقيفية. كيف توقيفية؟ الرقية بالقرآن وبالأدعية وبالأدعية الموافقة للكتاب والسنة،
ولو لم يرد لفظها، ما دامت موافقة ولو لم يرد لفظها لا بأس بذلك، فليست توقيفية. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.